بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم فريق روبورتاج عندنا في المركز تاعنا، مركز مهارة. معكم مديرة المركز سمية أمير، مدربة مدربين في البرمجة اللغوية العصبية، مدربة صروبان، مربية روضة، استشارية علاقات أسرية وزوجية. الدورات اللي يقدمهم المركز تاعنا: إعلام آلي، صروبان، تصميم جرافيكي، مربيات روضة. أيضا عندنا في مجال الطبخ حلويات تقليدية وعصرية، منها دورة الكيك ديزاين اللي راح تشوفوها معنا اليوم. معكم شيف إنساف، مختصة في لو كيك ديزاين الجاتو تراديسيونيل إلي سالي. رانا في ليكول اس ام تي هنا تاع جراح. اليوم سي لو برومي جور تاع لاتولي تاعنا تاع لو كيك ديزاين. بدينا من لا باز، اون ا بريباري انصامبل بيسكوي، بليزيور كريم دو فوراج، درنا لو مونتاج تاعنا تاع لو جاتو. بون دوكا المتربيسات تاعنا بداو لو مونتاج تاعهم، كل وحدة بدات لو مونتاج تاعها لو جاتو تاعها. اليوم راح نديرو دو تام، تام تاع ختانا اي تام تاع بوغ انفون افيك دي فيغورين اي تو. ما درنا لو مونتاج تاع لو غاتو تاعنا وليسينا هيتو كامل، دوكا درنا لا باتا سوك باش نليسيو بلا باتا سوك. فوالا، كل وحده من المتربيسات تاعنا هي اللي دارت لو مونتاج تاعها وهي اللي دارت لو ليساج تاعها. دوكا ابري ما نكملو هاد لو ليساج نروحو لا ديكوراسيون. العمر مهم باش يجيو يديروا دوره عندنا؟ العمر غير مهم، يقدروا يجوا الكبار، يقدروا يجوا الصغار، فوق 18 سنه او تحت 18 سنه، كل واحد حسب التخصص تاعو وحسب الدوره اللي راهو حاب يديرها معنا. بالنسبه لصروبان، كاين اللي يقضوا المركز تاعنا باش هما يولوا مدربين ويحبوا يخدموا فيها في المركز تاعنا ولا في مراكز اخرى. كاين فئه اخرى اللي امهات يحبوا يتعلموا باش يقروا ولادهم في الدار، لانه ما يقدروش على تكاليف تدريب صروبان كل شهر. الفئه الثالثه يجيبوا لنا ولادهم عندنا للمركز، هكذا حنا ندربوهم كل شهر، كل مرحلة وكل مستوى عنده مدة معينة من الزمن يقضوها تلاميذ عندنا، بعدها يجروا اختبار لتحديد المستوى، من ثم يقدروا ينتقلوا للمستوى الأعلى. السلام عليكم، je suis une étudiante de branche management niveau master 1. Premièrement, le centre de Mahara, حبيت ندخل ليه باسكو سي بروبر اي بيان اورغانيزي. Sans oublier l'informatrice Atiba, qui a fait beaucoup d'efforts pour elle. J'ai participé à la formation bureautique. Comme si je suis une étudiante, je suis beaucoup d'efforts pour la formation. Par exemple, je suis beaucoup d'efforts pour les mémoires de l'école, les rapports de stage, les exposés, plusieurs choses. Donc, c'est ce que j'ai fait pour participer à la formation. المركز تاعنا يفتح باب الفرص للمدربين من فئة الشباب في جميع المجالات المذكورة. أخيرا نشكركم على مجهوداتكم معنا وعلى زيارتكم لنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي هكذا تشوفوا جديد تاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.